يقول السائل: هل يجوز الرقص والزغردة للنساء في الأعراس؟ أما الرقص الذي هو التمايل فقط، الرقص المعروف عند العرب وعند المسلمين للنساء وقت الزواج، هذا لا بأس به. الذي هو التمايل مع الستر ومع العفاف والصيام. أما الرقص الخليع المعروف الآن، مذهب الراقصات الخليعات الذي يصحبه عري ويصحبه تكشف للمرأة، هذا الرقص حرام ولا يجوز. نعم.